الدولة قالت كلمتها وسرعت خطويها بالتنمية اللي بتتم يوم بعد يوم على كل شبر في أرضها. مشاريع قومية في كل المجالات ادتنا الأمل في الحاضر والمستقبل، ونورت طريق حلمنا وخلتنا نحلم أكتر وأكتر. ومش بس نحلم، لا ده كمان ننفذ أحلامنا. خلينا أقول لكم إن اللي انتوا شايفينه ده، دي خطوة على طريق، ده مش كل الطريق، ولا ده هو المستهدف ولا ده الأمل. أنا بتكلم هنا على إنتاج الأسمنت، وقلت إن احنا محتاجين كدولة نتحرك بشكل موازي مع آليات السوق الحر اللي موجودة في مصر عشان نخفف ما أمكن من التكلفة اللي بيتحملها كل المصريين، وخاصة اللي هم محدودي الدخل. الاكتفاء من الغذاء هدف قومي، لأن اللي بيملك قوته بيملك قراره، وعشان نقدر نسد الفجوة الغذائية ونحقق الاكتفاء الذاتي ونقدم للمواطن متطلباته بأسعار مناسبة، سبقنا الزمن وكانت الخطوات لتنمية الثروة السمكية والحيوانية والمحجرية، وده بيتم من خلال رؤية استراتيجية كاملة لخلق المزيد من فرص الاستثمار وفرص العمل. والنهاردة بنفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق التفريعة. مشروع متكامل بيضم 5900 حوض أسماك بحرية وقشريات دينيس، لوت وجمبري على مساحة 15000 فدان، وكمان 2 بحيرة للصيد الحر بمساحة 10000 فدان، ومصنع للتلج وصالة فرز وتعبئة ومخازن للأعلاف. وفي غرب بورسعيد وتحديدا في منطقة الديبة، انتهينا من إنشاء مزرعة سمكية على مساحة 204 فدان بطاقة 250 طن جمبري سنويا. ولخدمة العمل في المسار ده، انتهينا من إنشاء أسطول للصيد الحر بيضم 34 مركب جديدة، وجاري استكمال وتصنيع أسطول مراكب الصيد عشان يوصل عددها لمئة مركب. وكل المشاريع الكبيرة دي استخدمنا فيها أحدث الأنظمة العالمية المرتبطة بقاعدة بيانات معلوماتية وأجهزة قياس مؤشرات البيئة، بالإضافة لربط نظام الإدارة بجميع المزارع والمصانع والمخازن على مستوى الجمهورية، وده بيساعد في تحقيق عائد استثماري كبير وتقليل الخطأ البشري. والنهاردة بنستكمل صروح إنتاجية جديدة في مجال تنمية الثروة الحيوانية، واللي افتتحنا مراحلها الأولى في ديسمبر 2019، وبنكمل حلمنا في افتتاح الأسبقية الأولى من المرحلة الثانية لمجمعات الإنتاج الحيواني والألبان، واللي تم إنشائها في محافظة البحيرة ومنطقة إبلي قارون في محافظة الفيوم، مجمعات بتوصل طاقتها ل 17000 رأس ماشية. وفي النبارية في محافظة البحيرة تم إنشاء مجمع إنتاج الألبان، واللي بتوصل طاقته إلى 2000 رأس ماشيات إنتاج ألبان، واللي تمت باشتراطات صحية عالية وباستخدام تكنولوجيا عالمية في التربية والإنتاج، وبالمزج بين السلالات العالمية والمحلية، وكمان محلب آلي متطور ووحدة لتصنيع وخلط الأعلاف، وده بالإضافة إلى عيادة بيطرية ومعمل بيطري. وعلى أرض النبارية الجديدة تم إنشاء مجمع الإنتاج الحيواني رقم 5، واللي بتوصل طاقته إلى 5000 رأس ماشية. إلى محافظة الفيوم
وفي مجمع الإنتاج الحيواني رقم 8 بمنطقة إبلي قارون، ودي بتستوعب 10,000 من الرؤوس الحية المخصصة للتربية والتسمين في الدورة الواحدة، وجار استكمال باقي مراحل المشروع القومي لتنمية الثروة الحيوانية واللي بتصل إلى 200,000 رأس ماشية، ده كمان بالإضافة إلى المجازر الآلية ومصانع الألبان ومنتجاتها. وبنستكمل مشوارنا في مجال الثروة المحجرية، واللي فيه انتهينا من إنشاء عدد 2 مصنع جديد لإنتاج الرخام والجرانيت بمناطق راس سدر والعين السخنة، واللي بتوصل طاقتهم الإجمالية إلى 2 مليون متر مربع من الرخام ومليون متر مربع جرانيت سنويا. وده بيتم من خلال عدد من خطوط الإنتاج المزودة بأحدث المعدات من كبرى الشركات الإيطالية. والمجمعات دي بتشتغل بأنظمة إدارة المؤسسات ERP المرتبطة بالشركة الأم لتحقيق أعلى معايير الرقابة والسيطرة والاستخدام الأمثل لرأس المال، بالإضافة إلى أجهزة المراقبة الأمنية. Your Excellency President Abdel Fattah el-Sisi, it's a great honor for me to attend the inauguration of the two state-of-the-art stone processing lines in El Sokna and Ras Sedr. We were able to realize this important project, and it will be the basis of a long cooperation between Britain and Egypt. With my warm friendship, Tahir Misr, Tahir Mis, Tahir Mis. مصر بتكتب النهاردة في تاريخها صفحة جديدة في 3 مجالات مختلفة في الشرق والغرب. إنجازات شافت النور تحت شعار ومنهج جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. انضباط، علم، انتاج. مصر بتكبر وحلمنا بيكبر معاها، ودايما هنفتح صفحة جديدة من الانجازات بالعمل والارادة والتخطيط، واحلامنا هنحققها حلم ورا حلم. الرزق خبط على البيبان، شمروا ومقاوم قوام، ابني في تاريخ كبير جديد، تاريخ يعيد امجاد زمان. افتح بيبان